ودلوقتي لو مستعجل هتعرف معانا أهم الأخبار الرياضية في فقرة أخبار على السريع. اليوم السابع، الهلال السعودي يفاوض محمود علاء شفوياً لضمه. الفجر، لاعب الزمالك يتابعون مباريات أمم أفريقيا في قدرس. الوطن، ناجي مجموعة مصر كانت صعبة وانظروا إلى مدغشقر وتونس. اليوم السابع، أجاري يمنح لاعبي المنتخب حرية التجول في الفندق لكسر الملل. سوبر كورة، صدمة غنية بغياب أتسو عن باقي مباريات أمم أفريقيا. البوابة نيوز، زاها نجم الكوت ديفوار يعد بمستوى مختلف في دور الـ16. سوبر كورة، مدرب المغرب، تصدر المجموعة مهم للابتعاد عن طريق مصر في أمم أفريقيا. في الجول، منتخب مصر جنش يسافر ألمانيا الثلاثاء ومشاركة وردة في يد أجاري. اليوم السابع، أمم أفريقيا تعيد فتح ملف المدرب الأجنبي للزمالك. الفجر، منسق الاتحاد الأفريقي الكاف يكرم عامر حسين. الوطن، لاعب مدغشقر يخضع لكشف الإشاعة بعد إصابته أمام نيجيريا. في الجول، أسود المغرب تكتب تاريخ لم يحدث من قبل.